أجمل ناس على الكوكب، ازيكم وعاملين ايه؟ النهارده جايب لكم تجربة مختلفة تماما، التمرين بالكهرباء. والله زي ما بقول لكم، انتوا بتتكهربوا وانتوا بتتمرنوا، بس فكرة جديدة منتشرة في الإمارات دلوقتي، فأنا قلت أروح أجرب ترايل سيشن كده وأشوف يعني ايه أتمرن بالكهرباء، ويعني ايه 20 دقيقة بس في اليوم، واحيانا بتبقى ال 20 دقيقة مثلا مرتين في الاسبوع او 3 مرات في الاسبوع تكفيك عن اسبوع كامل من التمرين، لان هي بتوصلك لنتائج مقاربة لانك اتمرنت 45 دقيقة او ساعة او يمكن احيانا اكتر من كده، سواء بقى بتعمل كارديو او سواء بتبني ماسلز ايا كان. ايه الفكرة؟ بتروحوا المكان، بيجي الترينر بياخدكم يعمل لكم ديمونستريشن ويوريكم المكان عامل ازاي ويبدأ يشرح لكم. زي ما انتم شايفين في الفيديو دلوقتي، المكان بيبقى موجود فيه أكتر من بدلة للسايزز المختلفة، ولاد بنات أيا كان حجمك إيه، بتلبس البدلة المناسبة لحجمك ويبدأ الراجل يقفلها. البدلة دي بتبقى شبه بدلة الغطس شوية، اللي هي النص، اللي هي مش بنطلون، اللي هي شورت. فأنت مثلا من رجليك لحد صدرك كله متغطي بالبدلة دي، فدراعاتك وصدرك وبطنك ورجليك كلها متحوطة أجهزة بتطلع نبضات كهربائية، والراجل الترينر أو الكوتش بيبقى معاه تابلت. التابلت ده بيتحكم منه في كمية الكهرباء اللي طالعة من البدلة لجسمك. أول ما بتشتغل بتحسوا كده جسمكم يعني كأنه بيجري فيه نمل، عارفين كده لما إيديكوا أو رجليكوا تنمل وبعد كده تحركوها شوية فبتحسوا كده بإحساس غريب، هو ده الإحساس، بس بقى بيزيد مع زيادة النبضات الكهربائية. الفكره ان هو بيمرنكم 20 دقيقه حاجه اسمها سيركت تريننج او اتش اي اي تي، اللي هو هاي انتنسيتي انترفال تريننج، ان هو مثلا بيعمل مجموعه تمارين ورا بعض بعدات معينه ويعيد المجموعه دي كذا مره. في ال 20 دقيقه دي بتبقى نتيجتها افكتيف بطريقه رهيبه. عايز اقول لكم بعد اول 3 دقائق في التمرين انا النبض بتاع قلبي وصل تقريبا 169، وكنت خلاص مش قادر وبجيب ميه من كل حته. فعقبال ما خلصت عقبال فلما خلصت ال 20 دقيقه وقلعت البدله، انا كنت بجيب ميه من كل حته وكنت خلاص مش قادر اتنفس بجد. فعلا فعلا هي افكتيف، وفعلا فعلا انا ارهقت كاني كنت بتمرن ساعه، مش ببالغ فعلا والله، انا كنت فاكر الناس بتبالغ، بس فعلا احساس فظيع. وكل ما بنخلص مجموعه تمارين كان بيزود الكهرباء، فكنت بتحس بالزياده دي في جسمك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت حتى لو واقف ما بتتحركش ما بتعملش اي حاجه، عضلاتك بتتحرك بسبب البلسز او النبضات الكهربائيه دي، بتحرك عضلات جسمك كلها. فلو انت واقف بتستريح او ما بتتمرنش اصلا، عضلاتك شغاله. تجربه حلوه جدا جدا جدا، انا اتمرمطت. هسيبكم تتفرجوا على اللي حصل فيا، وبجد انا نفسي تجربوها، هتتبسطوا قوي. هسيبكم على الفيديو وارجع لكم تاني. شفتوا اللي حصل فيا؟ اتمرمطت ازاي؟ طلع عيني. بس انا اتبسطت لان هي فعلا تجربه مختلفه، انا ما جربتهاش قبل كده وسمعت عنها كتير
واتبسطت ان انا جربتها. جربوا حتى ترايل سيشن، يعني مش لازم تروحوا تشتركوا. المكان بتاعهم منتشرين في كذا حته في دبي. انا جربت المكان اللي موجود جوه فيتنس فيرست جيم اللي موجود في موتور سيتي. الناس جميله جدا، الترينر كان مرحب جدا وشرح لي كل حاجه وكان لذيذ جدا، وكانت تجربه خفيفه عليا وجميله. اه تعبت وطلع عيني، بس اتبسطت بان انا عرفت حاجه مختلفه ووسيله تمرين مختلفه. يا رب تروحوا وتجربوا وتنبسطوا. قولوا لي تجربتكم، واللي جربها قبل كده يا ريت شارك معايا التجربه عشان بجد عايز اعرف حصل فيه ايه. يا رب يكون الفيديو خفيف ولطيف عليكم ويكون الريفيو عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشيروا الفيديو مع الناس عشان تستفيد وتجرب التجربة الحلوة دي. ولو محتوى القناة عجبكم بشكل عام ياريت تنوروني وتشتركوا في القناة وتبقوا من عيلة The Food Passport. تنوروني بجد. وأخيرا أنا عبد الفتاح أحمد وده The Food Passport. أشوفكم في فيديو تاني.